لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد: باب من دعا في غيره من الدعاء. الجملة فيها غموض، ولكن الظاهر أن المقصود أنه يدعو لغيره، يعني وأن من ذكر غيره دعا له، يعني من ذكر غيره من الصالحين فيدعو له. سياق الحديث قد يدل على هذا المقصود. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده قال أخبرنا محمد ابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. وفي الصحيحين ذكر ابن الكريم الكريم ابن لفظ الكريم 4 مرات كما هو في نسب يوسف عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد: الثروة الكثرة والمنعة. الشاهد منه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للوط عليه السلام رحمة الله على لوط. إذا كان يذكر غيره فيدعو لهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه من الأنبياء وذكر فضلهم. أكرم الناس يوسف عليه السلام لشرف النسب، أكرمهم نسبا يوسف عليه السلام، هو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، هذا أعلى النسب كرما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم مؤمنون مسلمون أنبياء فضلاء، وإبراهيم خليل الرحمن. وبين صلى الله عليه وسلم على سبيل الثناء على يوسف بشدة الصبر والثبات البالغ، ومن باب هضم النفس من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. الداعي داعي الملك، ولا شك أن هذا الأمر هو الذي يعني تسابق إليه الطبيعة الإنسانية، إرادة الخروج من السجن. إنسان مسجون مظلوم بقي له 7 سنين على ما ذكروا أو 5 سنين، ويقولون له: الملك يريدك، وإذا به يقول: ارجع إلى ربك، يطلب أن تبرأ ساحته قبل أن يخرج. أراد أن يبين لهم أنه لا يعبأ بسجنهم، وقد تعبد لله عز وجل بأنواع من العبودية في السجن،
جعلته لا يعبأ بهذا السجن ولا يهتم جدا بالخروج، ولذلك كان منه هذا الصبر العظيم، وهو أنه طلب من الرسول رسول الملك أن يرجع إلى سيده فيسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ولا شك أنها قصة اشتهرت، لما قطعت النسوة أيديهن وهن اللاتي شهدن على امرأة العزيز أنها هي التي راودته وأنه استعصم، ففيه دلالة على الوراءة ليوسف عليه السلام وأنهم سجنوه ظلما وعدوانا. وفي ختام قول يوسف إن ربي بكيدهن عليم، تعريض بعلم ملوك الدنيا، فقد يقع في ملكه ومملكته ما لا يدري أصلا ولا يعلم. سبحان الله، هذا أمر معتاد على الدوام، أن تكون الحاشية تخبئ عن الملك، تخفي عن الملك أخبارا هامة مما يحدث ليستمر وضعهم عنده، ليستمر جاههم لديه ولا يستغني عنهم. وهذا أمر متكرر في كل العصور، فحينما يجد سجين مظلوم فرصته في أن يصل الأمر إلى الكبير، إلى الملك الكبير، وسوف يكلمه، فإنه يبادر إلى ذلك. ولكن لعظيم صبر يوسف صبر وامتنع من الخروج حتى يخرج نقي الثوب تماما، حتى يخرج ناصعا. وسبحان الله، جعل الله له خروجا أكرم من الخروج الذي طلبه ومن الخروج الذي امتنع عنه أولا. هو طلب اذكرني عند ربك، يطلب هو الذي يسعى إلى أن تبلغ حاجته إلى الملك. الخروج الذي امتنع عنه أنه كان بدعوة من الملك، قال الملك ائتوني به. الخروج الذي حصل له بدعوة من الملك معظمة، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. انظر إلى الشعور بقيمة يوسف عليه السلام لدى الملك الكبير، لدى ملكهم الذي هو فوق عزيز مصر وفوق النسوة وفوق أزواج النسوة، عندما يقول أستخلصه لنفسي، فلا شك أنها أكرم الدعوات في تلك الحالة، كان أكرم له من أن لو خرج بشفاعة الخمار، وأكرم له من لو سابق إلى الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هضما لحق نفسه وبيانا لفضل يوسف. في رواية لعل البخاري يشير إليها، رحم الله أخي يوسف ما أحلمه، لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي. وظن البعض أن الداعي هو إلى الفاحشة، وليس كذلك، بل هذه الرواية وهي رواية صحيحة تؤكد أن الداعي هو داعي الملك للخروج من السجن ولقاء الملك. وقوله ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، حين إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا نوع من العتاب، وهو بلا شك كان يأوي، لقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لوطا كان يأوي إلى الله عز وجل وهو الركن الشديد. ولكن إنما قصد لوط عليه السلام إذ رأى قومه يريدون مغالبته على الأضياف، وهو عاجز عن الدفع ولا يستطيع أن يردهم، وعرض عليهم الزواج من بناته فأبوا، وهم لا يريدون إلا الرجال، وهو قد أضاف الأضياف ليحاول منعهم، فقال لو أن لي بكم قوة
أو آوي إلى ركن شديد قصد القرابة، قصد المنعة، لفعلت بكم الأفاعيل، لو أن لي بكم قوة لدفعتكم، أو آوي إلى ركن شديد لدعوت قرابتي وأهلي ليمنعوا أضيافي ويحموا من نزلوا بجواري. عوتب لوط عليه السلام في ذلك، وذلك أنه استحضر شدة عجزه في لحظة كان الأكمل فيها في كمال التوكل أن يستحضر لجأه إلى الله عز وجل. وقد قال غير واحد من السلف أن الملائكة عتبوا عليه في ذلك فقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فهو كان امتحانا شديدا وبلاء عظيما، وسبحان الله تكون أشد لحظات المحنة هي قبيل الفرج مباشرة. ولم يكن ذلك يعني بقدح في توكل لوط، بل قد كان يأوي إلى الله عز وجل، هو أعظم من يؤوى إليه ومن يرتكن إليه، وهو شديد قوي شديد المحال سبحانه وتعالى، لكن العتاب على لحظة الاندهاش. وهذا أمر يتفاوت فيه الأنبياء ويتفاوت فيه الصالحون. موسى عليه السلام لحظة الاندهاش، لحظة الشدة العظيمة، عندما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم يقل مثلا وما أصنع لكم ولا أستطيع دفعه أو نحو ذلك، وإنما استحضر أنه أن الله معه. وكما في لحظة الاندهاش، لحظة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولحظة وقوف المشركين على فم الغار، فكانت قولة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وهذه أشياء يسيرة جدا في القلوب، ولكن الأنبياء يتفاوتون، وبعضهم أفضل من بعض. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ لوطا من ظن من يظن أن هذه الكلمة تدل على عدم توكله على الله، ولكن أثبت أنه كان يتوكل على الله ويأوي إلى ركن شديد، ولكن كما ذكرنا كانت لحظة اندهاش وشدة غيظ واستحضار العجز الشديد، بدلا من في هذه اللحظة ماذا من استحضار ما في القلب فعلا من التوكل العظيم. ولقد يعني بين الله لنا أمثلة كثيرة لذلك، فكانت لحظة يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا غير لحظة يعني الأنبياء الذين ثبتوا أعظم الثبات. فلوط عليه السلام من أفاضل رسل الله وأكرمهم على الله عز وجل، ولقد كان كامل التوكل، إلا أن هناك ما هو أكمل، والله أعلى وأعلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعث بعد أن الله ما بعث نبيا بعد لوط إلا في مناعة من قومه، في ثروة من قومه، يعني ليمنعوه ويدفعوا عنه ويردوا عنه أذى المؤذين. هو سبحانه وتعالى أكرم أنبياءه وجعل لوطا آخر من أرسلهم من غير منع. لوط كان ابن أخي إبراهيم، هاجر إلى سدوم وعمورية أو سدوم التي هي قرى قومه، وصار واحدا منهم بالوطن، وصار أخا لهم في الوطن، وكانوا يفعلون هذا الفعل القبيح، ولم يكن له قرابة من الرجال منهم، وإنما كانت له بناته فقط، وامرأته كانت خائنة، فكان يشعر بغربة شديدة، وصبر صبرا عظيما، ودافعهم بكل ما يملك، وهم يأبون إلا أن يعتدوا على أضيافه، نعوذ بالله من ذلك.
فبعد لوط عليه السلام كل الرسل أرسلهم الله في منعة من قومهم ليدفعوا عنهم أو قيض لهم من يدافع عنهم. باب الناخلة من الدعاء. الناخلة يعني الخالص، الخالصة. حدثنا عمر حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثم أرسلوا إلي. عبد الرحمن هو يقول إن لم أكن هناك أرسلوا إليه وقالوا تعالى فإن الربيع قد وصل. قال فجاء مرة ولست ثم فلقيني علقمة وقال لي لم ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال وما قال؟ قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراء أو مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعاء يثبت من قلبه. قال فذكر علقمة؟ قال نعم. طبعا فيه مجالسة في العلم والحرص على هذه المجالسة، وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد كان شديد الحرص على حضور جلسة الربيع مع علقمة، وأنه أتى يوما كل منهم يذكر الآخر ويتدبرون أحوال الأمة ويذكرون ما يكون من عيوب تحتاج إلى علاج. فتعجب أو أعجبت المسألة علقمة، لذلك إذا مر لم يكن هناك فقال ألم ترى ما جاء به الربيع، كأنه جاء بكلام عجيب. ألم ترى أكثر ما يدعو الناس؟ الناس يدعون كثيرا ومع ذلك لا يقبل ولا يستجاب إلا قليلا. ما أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مرفوع، ولكن هنا هو ذكره مقطوعا يعني من كلام التابعين من كلام الربيع، ولكن عبد الرحمن ذكر علقمة أن عبد الله بن مسعود قال مثل ذلك. قال قلت، يعني عبد الرحمن الذي يقول لعلقمة قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ عبد الله هو يعني علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وما قال؟ قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع، إنما يقول الدعاء ليسمع الناس. حضر لنا دعاء حلو كده زي ما الناس بتقعد ايه تقول، ولا يقول لهم التراويح ب20 وبالدعاء ب30، ومثلا دعاء ليلة القدر ده الواحد وبكذا. فهو الناس يعني يتكلمون عن دعاء الأئمة، فمثل هذا قد يكون فيه تسميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الرياء والسمعة، طلب السماع. مسمع يسمع الناس لا يطلب
إجابة الدعاء من الله بقدر ما هو مهتم بأن يقول الناس فلان قد دعا دعاء جميلا، فلان دعا دعاء عظيما، وهكذا. وهذا قد يفسد نية الإمام. قال عبد الله: لا يسمع الله، يعني لا يستجيب من مسمع أي للناس، ولا مراء يطلب رؤية الناس، يطلب أن يروه، لا يخلص في دعائه، يطلب السمعة ويطلب رؤية الناس فهو يرائي، ولا لاعب اللي هو غافل، هو يعني بيضحك بيدعي. كثير جدا من الأدعية تكون أثناء عدم خشوع، وإنما تكون أثناء نزاح مثلا، وهو لا يستهزئ بالدعاء قطعا، وإنما لم يعطه حقه. الدعاء يحتاج إلى خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، وليس أنه يجعله وسط الكلام كما قد يتضاحك الناس ويعني يتكلم بعضهم بكلام يضم داخله دعاء. فقال ابن مسعود: ولا لاعب إلا داع يثبت من قلبه، يثبت دعاء ثابت خارج من القلب خالص لله سبحانه وتعالى، ليس لاهيا في دعائه ولكن حاضر القلب فيه. قال: فذكر علقمة، هو مالك يسأل عبد الرحمن بن يزيد، إن علقمة لما قلت له كده تذكر إن عبد الله بن مسعود قال ذلك، هو خلاصة الخلاصة التي ذكرها الربيع، إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. فعلقمة قال، فعبد الرحمن قال نعم. قال: فذكر علقمة، تذكر علقمة هذا الأثر، فقال عبد الرحمن ابن يزيد نعم. باب: ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. حدثنا محمد بن عبيد الله، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطى. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقول: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. حديثان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما علة لعدم الاستثناء في الدعاء، عدم قول إن شاء الله أو اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. وكثير من الناس يقولون في دعائهم: ربنا يوفقك إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله. اللي عايز يدعي يدعي يجزم المسألة، سواء كان يدعو لنفسه أو لغيره. إيه العلتين؟ العلة في الرواية الأولى قال: وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطى. اللي بيقول والله لو عايز تديني اديني، يبقى ده مش رغبته مش عظيمة، مستغني شوية عن الحاجة اللي بيطلبها، يعني عايز يقول دي حاجة مش مهمة. ففين ان الانسان يكون رغبته فيما عند الله عظيمة، وممكن انه يكون حاسس ان دي حاجة كبيرة قوي هتبقى تقيلة كبيرة عند الله، يقوم يقول ان شئت كأنه عايز ما يلزمش ربنا. دي العلة التانية اللي هي فإن الله لا مستكره له. يعني انت عايز تدعي واحد تقول له تعالى احضر،
مش عايز تشدد عليه، فتقوم تقول له لو انت عايز، لو انت عايز معناها ايه؟ مش مهم تيجي. لو انت راغب جدا في ان هو يحضر لك هتقول له ايه؟ لازم تيجي. فممكن واحد يتصور ان هو لما يسأل ربنا سبحانه وتعالى من غير المشيئة كأنه هيلزمه ويكرهه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمكن أن يتصور، فالله لا مكره له. فأنت ما انتش محتاج، لأن ده مستقر قطعا ويقينا أن الله لا يكرهه أحد على شيء، سواء قلت إن شاء الله أو لم تقل، سواء قلت إن شئت اللهم اغفر لي، إن شئت إن شئت فأعطني، أو لم تقل، الله لا مستكره له. يبقى أمرين، إن الأمر الأول إنه ما يكونش عظيم الرغبة، وإنه يظن يعني يفتكر دي حاجة كبيرة جدا فعايز حاجة بسيطة منها. لا، أنت ربنا سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء أعطى. اجتهد واطلب الكثير وأظهر رغبتك في المنازل العالية. هذا لا يعني أنك تسألها بلا أسباب، فإن ذلك ليس رجاء ولا رغبة، إنما هو تمني. كمن يرتكب الكبائر ويقول أنا أريد أن أكون من السابقين، وإنما الكلام على من يدعو ويعظم الرغبة. الرغبة والرجاء كما وصف الله عز وجل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالراجي هو الذي يأخذ بالأسباب المتاحة ويتوكل على الله ويسأله، وأما المتمني فهو الذي يسلك الطريق العكسي ويتمنى أن يصل. هذا متمني على الله الأماني. لذلك أن يكون الإنسان مجتهدا قدر استطاعته، ويسأل الله عز وجل أن يبلغه أعلى المنازل وأن يعطيه أوسع العطايا، وإنما تطلب العطايا الدينية والأخروية، وأما الدنيوية فالمؤمن يطلبها إجمالا لا يطلبها تحديدا وتخصيصا وتفصيلا. لا يقول اللهم إني أريد قصرا أبيض وامرأة حسناء وأموالا واسعة وأريد كذا وكذا. المؤمن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك هو يعظم المسألة في ما عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. فالله عز وجل لا يتعاظم عليه شيء ولا يكرهه أحد، لا مكره له سبحانه وتعالى. فليجتهد في الدعاء وليعزم مسألة يجزمها، ولا يستعمل الاستثناء في الدعاء. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.